الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 14 شاحنة مخالفة عند سيطرتي الشعب والتاجي في بغداد. وقالت هيئة الجمارك إن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ضبطت 14 شاحنة عند سيطرتي الشعب والتاجي، محملة بمصاعد أشخاص ومواد احتياطية وأثاث منزلي وزيوت ومحركات وملابس ومواد متنوعة أخرى مخالفة للتعليمات النافذة حسب قانون الجمارك المرقم برقم 23 لسنة 1984. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط حالات هدر للمال العام وتلاعب في سجلات عقارات تعود ملكيتها للدولة في محافظة البصرة. دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى مخازن شركة لوك أويل الروسية المشغلة لحقل غرب القرن 2 قام بضبط 18 حاوية حديدية بحجم 40 قدماً تحتوي على 11894 كاترج غير مستعملة. وفي عملية ثانية أوضحت أن فريق النزاهة كشف عن حدوث تلاعب في سجلات مديرية التسجيل العقاري في البصرة، لافتة إلى وجود شطب وتلاعب في أصل مجلد المديرية الخاص بأربعة عقارات تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، فضلاً عن إضافة أسماء أشخاص للتصرف بالعقارات المذكورة. أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن العراق جاء على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شهر أيار الماضي. وقالت الجمعية إن العراق تصدر قائمة البلدان الأكثر استيراداً للحبوب خلال الشهر الماضي، وبزيادة قدرها 235% بقيمة بلغت 40 مليون دولار، يليه سوريا وأوكرانيا. قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن أزمة الخبز التي يعاني منها اللبنانيون في طريقها إلى الحل مؤقتاً. وأضاف سلام أن البنك الدولي سيرصد مبلغ 150 مليون دولار فقط لتأمين القمح ومنع انقطاعه لأكثر من شهر، مؤكداً أن البلاد تعيش حالة طوارئ. وأشار الوزير إلى أنه سيطلب من جميع المطاحن توزيع الكميات الموجودة لديها، ما من شأنه أن يخفف من الأزمة. حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من خطر نقص إمدادات الغاز على قطاع الصناعة في البلاد. وقال الوزير إن بلاده ستواجه نقصاً في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفاً أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء، مشيراً إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز. من جهته قال رئيس التنفيذي لمزود الطاقة الألماني ليونارد بيرنبوم إن ألمانيا يجب أن تستكشف جميع الخيارات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، حيث أطلقت برلين مرحلة الإنذار من خطتها الطارئة للغاز استجابة لانخفاض الإمدادات الروسية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.